السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص فاضل ساعات قليلة قوي على رمضان، والشهر المفترج يبدأ، الشهر الكريم، الشهر اللي فيه كل الحاجات الحلوة، عبادة كويس وأكل كويس وشرب وصلاة، دعاء مستجاب. دعاء مستجاب يا جماعة، يعني الناس بتوع ثانوية عامة دعاء مستجاب في رمضان، كل يوم دعاء مستجابة، فشد حيلك كده واعمل اللي عليك واجتهد. ويعني الدعاء المستجاب في رمضان حاجة ممكن تغير حياتك وتغير مستقبلك كلها، فشد حيلك كده في رمضان، اجتهد واعمل اللي عليك وادعي ربنا كتير، وكل يوم ما تنساش الدعوة اللي قبل الفطار. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم في حاجة بسيطة جدا جدا، مش هاخد من وقتكم كتير، هكلمكم بس في شوية تريكات كده تراعيها بس وانت بتحل مش اكتر. حتى انت لو بتعملها، لو طلعت بس بحاجة واحدة من الفيديو، فانا هبقى مبسوط جدا وهبقى وصلت اللي انا عايز اوصله لك. اول حاجة عايزك تعملها انك ما تحل الشفوي. ناس كتير جدا بتبعت لي تقول لي انا بقرأ الامتحان كده، الاسئلة بقرأها واجمع المعلومات في دماغي واسمع شفوي. انا مش عايزك تعمل كده خالص، لان ده غلط جدا جدا جدا. ما تحل الشفوي، انت في الفاينل في اخر السنة مش هتحل شفوي، ما حدش هيجي يسمع لك شفوي ويقول لك مثلا السؤال كذا كذا كذا، سمع بقى، ده مش هيحصل. انت هتمسك قلم وهتكتب، تمام؟ فانا عايزك تعمل سيميوليشن اكنك في الامتحان بالظبط، اكنك في الفاينل بالظبط. هتقعد كده في الامتحان، وحتى لو جبت تايمر وحطيته جنبك وظبطت الوقت وقعدت مسكت البوكلت وحليت بالقلم الجاف وبخط حلو والدنيا ماشيه معاك كويس جدا، فانا عايزك تعمل كده بالظبط. اللي هو قاعد في امتحان اخر السنه، فانا بفكر كويس جدا، بركز كويس جدا، مفيش سؤال بيعدي مني، بحل الامتحان حلو قوي. وكمان عايز اقول لك على حاجه، انت لو مثلا لو بتحل لي في اليوم خمس امتحانات ثانويه عامه، حل مثلا بتضيع سؤال، بتسيب السؤال الصعب بتاع، لو حليت امتحان واحد ثانويه عامه ما سبتش فيه ولا سؤال وكتبت الاسئله كلها بايدك بخط ايدك وركزت فيها كلها وجاوبتها كلها صح، سواء من دماغك او من الاجابات، بس اللي من الاجابات ده تبقى عارفه، فده احسن من انك تحل خمس امتحانات بس بتسيب سؤال، بتسيب السؤال الصعب، بتطن السؤال، بتسمع سؤال شفوي. لا، انا عايزك لما تحل امتحان ثانويه عامه في الوقت ده بالذات اكنك قاعد في امتحان اخر السنه، هو ده الامتحان اللي هجيب فيه درجات، مش هسيب فيه ولا سؤال، مش هحل سؤال شفوي، مش هعمل اي حاجه في الامتحان غلط، تمام؟ فانا عايزك لما تيجي تحل امتحان تهتم بالامتحان، تفكر فيه كويس، تركز فيه كويس، تحل كتابه، اكتب بايدك، امسك القلم واكتب وما تسيبش فيه ولا سؤال، تمام؟ طب سؤال مش عارفه، قلنا قبل كده تجيب السؤال من الاجابات وتحفظه كويس وتكتبه كمان مره مع نفسك. وبما اني قلت لك السؤال اللي ما انتش عارفه هاته من الاجابات واقراه مره مع نفسك واكتبه تاني، فهي دي النقطه الثانيه اللي عاوز اكلمك فيها، الاجابات. لو انت في سؤال واقف قدامك سواء مثلا صعب او حتى سهل، انت حتى مستسهله، يعني انت حتى لو سؤال واقف قدامك وانت حاسس ان هو سهل، ما تكسلش تبص في الاجابات شويه اللي هتقعد تفكر فيهم دول، وهيجي لك فيهم افكار سلبيه وانا فاشل ومش قادر اعمل حاجه ومش قادر احل ومش قادر اخلص الامتحان، هتكون شفته وحفظته وكتبته كمان. فانا بس عايزك لما سؤال يقف قدامك فكر فيه شويه بس مش كتير، اللي هو ما ترهقش نفسك في السؤال، يعني انت لا فكر فيه شويه اكنك مثلا في امتحان اخر السنه، يعني مثلا السؤال ما تعديش مثلا تفكيرك فيه خمس دقائق. ليه؟ انت مثلا عندك مثلا في الفيزياء مثلا يعني في اخر السنه عندك 60 سؤال في 3 ساعات، يعني مثلا لو قسمنا ال 3 ساعات ب 180 دقيقه على 60 سؤال، يبقى مثلا كل سؤال في رينج حوالي 3 دقائق، تمام كده؟ فمش عايزك تفكر في السؤال اكتر من دقيقتين مثلا، اللي هو هتفكر دقيقتين وتكتبه في دقيقه، يعني وعندك مسائل كمان، فمش عايزك تفكر في السؤال اكتر من خمس دقائق دلوقتي، تمام؟ دلوقتي انا بقول لك اكنك في امتحان اخر السنه، بس دلوقتي ما تفكرش في السؤال اكتر من خمس دقائق. مع الوقت الاسئله هتيجي بسرعه وهتحل اسئله بسرعه، بس دلوقتي مش عايزك تفكر في السؤال اكتر من خمس دقائق، تمام كده؟ فالوقت اللي هتفكر في السؤال بقى وجالك افكار سلبيه والدنيا تسود في وشك، لا، هات السؤال من الاجابات اقراه، بس بعد ما تفكر الاول اقراه، بعد كده اكتبه انت بخط ايدك، تمام كده؟ فالاجابات يا جماعه ما حدش يتكسف من الاجابات خالص، دي يعني مثلا ثالث مره بقول الحاجات دي، ان الاجابات ما حدش يتكسف يفتحها خالص، افتح الاجابات شوف السؤال، يعني نصيحتك انك تفتح الاجابات تشوف السؤال، بعد كده تكتب السؤال، يبقى انت حفظت السؤال ده، تمام؟ ولو السؤال ده مش راضي يثبت معاك، يبقى في الكشكول اللي قلت لك عليه في فيديوهين قبل كده، الكشكول اللي بتكتب فيه الاسئله الصعبه، وكل يوم هتبص على السؤال ده، فما تتكسفش تفتح الاجابات، افتح الاجابات وعيش حياتك عادي جدا، حلو كده؟ ثالث حاجه عايز اكلمكم عليها، وهي انك ما تحلش حاجه ما انتش فاهمها، يعني مثلا انت بتحل فيزياء، فسؤال واقف قدامك في الفيزياء، اتفقنا انك تفتح الاجابات تبص على الاجابه، حلو كده؟ طب انا فتحت الاجابه اهوت، بصيت على الاجابه ما فهمتش اي حاجه، اللي هو مش فاهم، يعني حاسس ان في حاجه غلط، ان انا مش عارف اجمع المساله مثلا، مش واخد الفكره، سؤال مثلا في الادب مش عارفه، سؤال في النحو مثلا مش عارف هو جه ازاي اعرابه، او مثلا سؤال في البلاغه مش عارف اطلعه، تمام؟ فما تنقلش الاجابه وانت مش فاهمها، ليه؟ لانك ببساطه هتنقلها، اقلب الصفحه ارجع لها تاني، انت نسيتها خلاص، قشطه كده؟ فما تجيبش حاجه انت مش فاهمها، ما تحلش حاجه انت مش فاهمها، والله انت مش عارف السؤال بص في الاجابات، لقيت السؤال في الاجابات تبقى تفهمه الاول، بعد كده تحفظه، بعد كده تكتبه بخط ايدك مع نفسك، تمام كده؟ ده السيناريو اللي انت هتمشي عليه، بس حاجه انت مش فاهمها مثلا مساله، سؤال مساله في الفيزياء، في الكيمياء، سؤال في العربي، في الفرنساوي، في التاريخ، في الجغرافيا، في اي ماده، حاجه انت مش فاهمها، اوعى تحفظها وانت مش فاهمها، ببساطه مش هتقعد معاك نص ساعه، لو حفظتها شوف السؤال اللي بعده هتنساها تاني، تمام؟ فما تحلش حاجه انت مش فاهمها. طب الحاجه اللي انا مش فاهمها بقى، يجي دور بقى المدرس هنا، اللي انا مثلا سؤال في الفيزياء او الكيمياء مش عارفه، فكرت فيه شويه ما عرفتوش، فتحت الاجابات ما عرفتوش،
المرحله الثالثه بقى هروح للمدرس يشرحه لي، تمام؟ بس من الاول خالص ما تكسلش تفكر، وما تكسلش تبص في الاجابات وتقول هروح للمدرس، لا امشي في الخطوات دي. اول حاجه فكر مع نفسك الاول، بس مش اكتر مثلا من 5 دقائق، تمام؟ بعد كده تبص في الاجابات، بعد كده روح للمدرس. فعايزك تمشي في الطريق ده، فما تحلش حاجه انت مش فاهمها، روح للمدرس في الحاجه اللي انت مش فاهمها. حلو كده. رابع حاجه عايز اكلمكم عليها، وهي انك تهتم بالاسئله الصعبه اكتر من الاسئله السهله. ازاي الكلام ده؟ طب انت قلت قبل كده في فيديوهات ان امتحان الثانويه العامه بيجي سهل، اللي هو مش زي الكتب قوي، الكتب بتجيب امتحانات اصعب من امتحان الثانويه العامه. انا معاك وعارف تفكيرك كويس جدا، بس انا بقول لك اهتم بالاسئله الصعبه اكتر من الاسئله السهله. طب ده معناه ان نسيب الاسئله السهله؟ لا، انا اتفقت معاك من شويه انك هتحل الامتحان كله مش هتسيب فيه ولا سؤال، قلت لك اما تحل الامتحان كله احسن ما تحل 5 وتسيب في الخمسه دول اسئله في النص. حلو كده. فانت هتحل الامتحان كله، بس تهتم بالاسئله الصعبه اكتر من الاسئله السهله. يعني ايه؟ يعني اهتم بالاسئله الصعبه اكتر من الاسئله السهله. يعني السؤال الصعب اللي قبلك مثلا وتجيبه من الاجابات وتحفظه وتنقله تاني، عاوزك تهتم بالسؤال ده قوي، اللي هو مثلا حتى لو انت حفظته اكتبه في كشكول تاني. يعني سؤال مثلا انت حاسس ان هو موضع امتحان، او سؤال مثلا انت ما حليتوش قبل كده وبصيت في الاجابات وفهمته، فاهتم بالسؤال ده. طب مثلا تعمل ايه؟ مثلا تعالى على راس السؤال او رقم السؤال علم عليه مثلا بالفسفور كده، او علم عليه علامه بالقلم الجاف انك ترجع له تاني قبل الامتحان، اللي هو مثلا قبل الامتحان بخمس ايام هيبقى في مثلا 5 6 ساعات تبص على الاسئله اللي انت معلم عليها، تبص على الكشكول اللي انت كاتبه قبل كده، الاسئله اللي ما كانتش بتجمع معاك، تمام؟ السؤال الصعب اللي انت اول مره لسه بتحله او ما كنتش فاهمه قبل كده وفهمته، عاوزك تعلم عليه او تكتبه في الكشكول، المهم تعمل عليه اي علامه انك ترجع له تاني، تمام؟ فاهتم بالاسئله الصعبه اللي انت اول مره تحلها، وما تعديش السؤال الصعب كده اللي هو حليته وفهمته خلاص، لا هتنساه والله هتنساه. انت اصلا بتخلص الماده مذاكره تجيب اللي بعدها هتنسى اللي قبلها، تمام؟ فالسؤال الصعب انا عايزك تعلم عليه علشان مش بتنساهوش، انت كده كده هتنساه، مش بخوفك والله، بس ده طبيعي جدا، تمام؟ فالسؤال الصعب علم عليه فوسفوري او علم عليه مثلا بالقلم الجاف عشان ترجع له تاني قبل الامتحان، تمام؟ فاهتم بالاسئله الصعبه اكتر من الاسئله السهله، وده مش معناه انك تسيب الاسئله السهله، لا انت هتحل كله، بس السؤال اللي انت اول مره بتحله لسه تعلم عليه عشان ترجع له تاني ان شاء الله باذن الله قبل الامتحان. خامس حاجه واخر حاجه عايز انبه عليها، وهي انا قلتها قبل كده وهي قد تبدو حاجه تافهه جدا جدا بالنسبه لبعضكم، بس معلش استحملوني فيها، ويعني اما اقولها لو حسيت انها حاجه تافهه بالنسبه لك يعني اعرفها بس كده واقفل الفيديو، تمام كده؟ ما تحلش امتحانات ثانويه عامه بالرصاص، ما تحلش امتحانات ثانويه عامه بالرصاص يا جماعه، المشكله دي اقسم بالله خطيره جدا جدا، اتكلمت فيها قبل كده بس حبيت ادهنت كده في الفيديو دوت عنها، وحتى رتبتها في اخر الفيديو علشان حتى اللي مش عاوز يسمعها يقفل الفيديو بكل سهوله، تمام؟ وشكرا لك جدا، بس ما تنساش تحط لنا لايك وتشترك في القناه وتحط لنا رايك في كومنت تحت الفيديو، تمام؟ اللايك بيساعدني كده وبيساعد على نشر الفيديو، فما تستخسرش فيها اللايك بقى، تمام؟ علشان انت جميل وانا بحبك في الله. فحل امتحانات ثانويه عامه بالجف، ما تحلش بالرصاص، وما تحلش بقلم حبر لو انت برده متعود على القلم حبر. يا جماعه انا بصوا انا بعشق التفاصيل، فالتفاصيل دي مهمه جدا جدا، اللي هو ما حدش هيقول لك اعمل كذا، ما تحلش. يعني مثلا انا طول السنه كنت متعود على قلم حبر، فجيت في اخر السنه اللي هو تمسك قلم اللي هو العادي اللي هو ببليه ده، مش عارف صباع من هنا كده اتعور، يعني لسه حتى مكان القلم ده ميت كده، من الجلد فيه ميت من كتر الخشونه ومن كتر ما مسكت القلم يعني. فجيت اكتب في اخر السنه بالقلم العادي، فما قدرتش، اللي هو صبعي اتعور بقى وبهدلت، والخط بقى يطلع وحش ومنحكش، واجي امسح الورقه كده بعد ما اكتب انفض الورقه كده الحبر يبوظ كده، والقرعه تبقى شكلها معفن، يعني كانت معاناه بالنسبه لي. لما اتعود طول السنه على الحبر بكتب بالحبر طول السنه، فخطي حلو ومنظم وكتاب شكلها جميل وبتاع، جيت اكتب بالقلم العادي لا الموضوع بقى بشع جدا. فمن دلوقتي اتعود قبل الامتحان انك ما تكتبش بحبر، وما تحلش امتحانات ثانويه عامه بالرصاص. الرصاص يا جماعه مش عايز اقول هيودي في مشاكل، بس يعني بعد الشر عليكم، فما تحلش امتحانات ثانويه عامه بالرصاص خالص خالص، تمام؟ بس كده، ده اللي كنت عاوز اقوله النهارده، وكمان مره كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم كده، وشدوا حيلكم واجتهدوا واعملوا عليكم، ادعوا كتير وان شاء الله هدعي لكم برده، علشان انا بحبكم في الله. الناس اللي مشيت من شويه حطت لايك، وانت برده لو قاعد هنا لاخر الفيديو فانا بشكرك جدا جدا جدا، ومبسوط بيك جدا انك وصلت لاخر الفيديو معايا، وشكرا على وقتك اللي ضاع معايا. يعني لو انت بس طلعت بحاجه واحده بس من الفيديو دوت، فانا مبسوط جدا 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 بيك والله. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انا بحبكم في الله، واي حد عاوز اي طلب يكتبه تحت في الكومنتات، وان شاء الله اقدر انفذه لكم لو فاضي باذن الله، يعني هحاول بإذن الله. فأنا بحبكم في الله، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.